وقعت الفتن الداخلية ببلاد المغرب، وانشغل المسلمون عن حماية الديار من البيزنطيين الذين انتهزوا الفرصة وأغاروا على سواحل المغرب عند منطقة إفريقيا، حتى جاء المسلمون يتوحدون ويتهيئون للرد على هذا العدوان البيزنطي. هو الأمير الكبير والفقيه البارع والمحدث الواثق، إنه القاضي العلامة شيخ الإسلام أسد ابن الفرات في مشهد فتح صقلية. هو أبو عبد الله أسد ابن الفرات ابن سنان، نشأ منذ صغره على حب العلم وحفظ كتاب الله حتى أتمه في مرحلة الصبا، وأصبح معلما للقرآن وهو دون 18 من عمره. لماذا كان يختار العرب لأبنائهم أسماء كأسد بن الفرات أو صخر وغيرها من الأسماء؟ وهل لهذه الأسماء تأثير كبير في صناعة القادة والفرسان؟ العرب لما سئلوا قبل الإسلام لماذا نرى دائما تسمون أبنائكم بأسماء صعبة وتدل على القوة، هذا حرب وهذا صخر وهذا أسد وهذا سفيان وهذا حنظلة، مع أننا نراكم تسمون أبناءكم بأسماء هينة ولينة تدل على البشاشة، بلال ورباح وعمار. فقالوا إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. كان أسد ابن الفرات أسدا في شخصه وكالفرات في علمه. طبعا الأسد ابن الفرات في علمه فكان عالما قاضيا فقيها محدثا، جمع بين مذهبي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، تولى القضاء، عني بالفقه، أدخل يعتبر هو سبب رئيس في انتشار المذهب المالكي في بلاد المغرب العربي، قضى عمره كله في العلم وطلب العلم وتحصيل العلم في المدينة وفي العراق وفي مصر، فيعتبر عالم من علماء الموسوعيين الذين جمعوا بين أكثر من علم. استمر أسد في رحلته العلمية جامعاً بين طلب الحديث والفقه والعلوم الشرعية، وكان شديد الضبط والتحرير والدقة لكتبه حتى صار مضرب الأمثال. كيف جاءت رحلة العلم لأسد ابن الفرات، وهل ينتمي إلى مذهب بعينه؟ نشأ في الشام، انتقل والده به إلى شمال إفريقيا، ينتقل هو بعد ذلك مباشرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو تلميذ مالك بن أنس؟ يلتقي بسيدنا مالك بن أنس. سيدنا مالك كان له من مهابة العلم وجلال العلم العظيم، وكان عنده نظام دقيق جدا في التعليم، كان يقسم الطلاب إلى 3 أقسام. القسم الأول الذي يدخل عليه هم أبناء المدينة، والقسم الثاني أبناء مصر. مصر دائما مشهورة بالعلم وبطلب العلم، فبالتالي من المفترض أن يدخل أسد بن الفرات في القسم الثالث لأنه من أبناء الشام وقد سكن في المغرب وأقام بها فترة طويلة. لكن الإمام مالك كان يستطيع أن يميز بين الطالب النابه وبين الطالب غير النابه، لاحظ في الفتى شغفا ومحبة للعلم وإقبالا عليه، حتى أن أصحاب مالك المقربين كانوا يطلبون من أسد أن يسأل مالك عن الأسئلة التي يستحي كل واحد منهم أن يسألها بحضرة مالك، لكنهم يرون فيه إقداما وشجاعة أسد يعني، فهو الوحيد الذي يستطيع أن يسأل مالك هذه الأسئلة. فكان الإمام مالك يدخله مع المصريين ولم يكن يدخله مع بقية طلبة العلم الذين يأتون في الآخر. فكان أسد بن الفرات دائما ما يناقش الإمام مالك ودائما ما يسأل الإمام مالك، حتى قال له الإمام مالك كأنك تريد أن تذهب بهذه الأسئلة إلى العراق. واصل أسد ابن الفرات رحلته العلمية فلم يكن يلتزم برأي واحد، بل يفتي بما وصل إليه من اجتهاد حتى تولى القضاء والإمارة. اتصف أسد ابن الفرات بالكثير من الصفات وجمع بين القضاء والإمارة، كيف تحققت هذه الصفات في شخصيته؟ إن أسد ابن الفرات رضي الله عنه وأرضاه كان ذا مواهب متعددة. هو بدأ أصلاً رحلته بالفروسية، بدأ رحلته بالجهاد في سبيل الله قبل أن يطلب العلم، كان مميزاً في ذلك، كان مكلفاً وهو في القيروان ببعض الفتوحات وببعض الأمور التي يدافع فيها عن المسلمين ويدافع فيها عن عقائدهم ويدافع فيها
عن بعض الذين يعني يحاولون القضاء على الإسلام وعلى المسلمين. كان هناك هدنة بين المسلمين وحكام صقلية، لماذا جاء هذا الفتح؟ الهدنة كانت لمدة 10 سنوات، والمسلمون كانوا يحترمون معاهداتهم ومواثيقهم، ولكن الجانب الصقلي أخل بالهدنة، حيث كان متفق أن يرد المسلمين الأسرى، وهذا ما لم يحدث. لذلك رأى سيدنا أسد بن الفرات بفتح صقلية، ولأن الصقليون أخلوا بالهدنة مع المسلمين. كان دائما في فتوحاته يقدم وجوه أهل العلم حتى وهو ذاهب إلى جزيرة صقلية. مش بس أسد بن الفرات، هو المسلمين زمان ما كانوش يتحركوا إلا ويتحرك معهم أهل العلم، ما كانش هناك فارق ما بين العالم وما بين العابد وما بين المجاهد في سبيل الله، كان لكل واحد فيهم لابد أن يكون له نصيب في شيء. لكن يمكن اللي كان يميز الإمام أسد بن الفرات أنه كان متميزا في كل شيء، يعني كان متميزا في الجهاد، حتى ولي إمارة بعض السرايا وإمارة بعض الجيوش، وفتح الله على يديه بعض البلاد. كان متميزا في العلم، حتى أسس يعني نستطيع أن نقول أنه منتم إلى المذهب المالكي، لكن له آراء كثيرة جدا متفردة عن المذهب المالكي، تجمع ما بين فقه أهل العراق وفقه أهل المدينة. كذلك كان متميزا في القضاء. وكان أسد قد خاض المعارك البحرية في مياه البحر المتوسط أكثر من مرة، وكان فتح جزيرة صقلية جنوب إيطاليا حلما كثيرا ما راود المسلمين. كان فتح صقلية هدفا وحلما كبيرا لدى المسلمين وأسد بن الفرات، لكن لم يكن الهدف من وراء هذا الفتح هو نشر الإسلام بالسيف كما يدعي البعض أو الغزو، مجرد الغزو، وإنما كان الهدف الحقيقي من ذلك هو الدفاع عن المظلومين أولا، ثانيا نشر العلم الصحيح بين الناس. ولم يكن ولم يعهد عن أسد ولا عن غيره من المسلمين أنه أجبر أحدا على الدخول في الدين بغير رغبة منه وبغير إرادة منه، إنما كانوا يفتحون هذه البلاد بنشر العلم وبنشر الأخلاق وبنشر الفضائل وبإبعاد الظلم عن بعض الفئات التي كان يقع عليها الظلم في هذه البلاد. أظهر أسد بن الفرات عبقرية كبيرة وخبرات عسكرية في توزيع الجيش وفي فتح هذه الجزيرة. فتح جزيرة صقلية كان عدد المسلمين 10,000، وكانوا يواجهون جيش مكون من حوالي 100,000 من المقاتلين. لكن حنكة أسد بن الفرات وحماس أسد بن الفرات، كان لديه خبرة في حروب البحر. طبعا كانت لديه خبرة في حروب البحر، ويعني استنفر همة المسلمين وتشجيعهم والمثابرة على الجهاد في سبيل الله، وهو ابن 70 سنة أو 68 سنة يحفزهم ويقودهم. انتصر في هذه الحرب لحنكته وبراعته العسكرية والبحرية في الحصار وفي تطويق المدن، وحتى أنه كان يحمل درعا في يد ويسيل الدم على اليد الأخرى من كثرة القتال، ودون يعني دون هداوة أو التمادي في قتال. نستطيع أن نقول من نتائج هذا الفتح هو دخول الكثير من أهل صقلية في الإسلام، وأنها كانت بوابة كبيرة لانتشار الإسلام في هذه المنطقة. الغرب الإسلامي كله، أو بمعنى أدق غرب إفريقيا كله، كان لهؤلاء العلماء دور كبير جدا في نشر الإسلام فيه. ويمكن عدد الفتوحات التي كانت في هذه البلاد أقل بكثير من انتشار الإسلام بالطرق السلمية، وانتشار الإسلام عن طريق الدعاة أمثال أسد بن الفرات وغيره، الذين التقوا بالبربر والتقوا بالعرب والتقوا بالبيزنطيين والتقوا بأصحاب الجنسيات المختلفة، واستطاعوا أن يقنعوهم بالإسلام. تم الفتح وأصبحت جزيرة صقلية من المراكز الإسلامية الكبيرة في نشر الدعوة، وخرج منها الكثير من العلماء، وأيضا خرج منها الكثير من الفرسان للإسلام. أهمية فتح صقلية لا يقتصر على وجود مكان استراتيجي لجانب يضم إلى الدولة الإسلامية، ولكن أثر هذا الفتح بقي لمئات السنوات، حيث عدت صقلية معبرا رئيسا لنقل الحضارة العربية والإسلامية إلى القارة الأوروبية،
حيث كانت تعد الأندلس الثانية، فيها العلماء وفيها المساجد. عدد المساجد وصل إلى أكثر من 300 مسجد. عدد المدارس فاق 300 مدرسة لتعليم المسلمين. الحكام الأوروبيون والأمراء والأوروبيون تعلموا في هذه المدينة الطراز المعماري، الإدارة، الزراعة، كل مجالات الحياة حدث بها تقدم وازدهار نتيجة للحضارة الإسلامية التي انتشرت في هذه الجزيرة. يعد فتح صقلية معبراً رئيسياً لنقل الحضارة الإسلامية إلى العالم الغربي، وأطلق على هذه الجزيرة الأندلس الثانية.